رئيسة جمعية ثقافات بلا حدود وسفيرة منظمة الأمم المتحدة للفنون ورئيسة منظمة الأمم المتحدة للفنون فرع المغرب، كذلك رئيسة سفراء مستثمرين العرب فرع المغرب، مستشارة تعليمية دولية معتمدة من البريتيش كونسل. أنا كنت أشتغل كثير في الشأن الأطفال والشباب، وأنا غيورة على طفل بصفة عامة، ويعني من بين المهام ومن بين المسائل التي تشغل في إطار جمعيتي أو في إطار كذلك المجالات الأخرى، هو كيف نبرهن أن الطفل إنسان مسؤول، وأنه الطفل هو عماد المجتمع، وأنه هو المسؤول عن الغد. فبالتالي يجب الاهتمام بالإنسان منذ الصغر، لأنه لو تجاوزنا فترة الصغر كيكون ديك الساعة يعني كيكون ديك الساعة فات الفوت كما تنقولوا. إذا كان هناك استثمار نود أن نستثمره، يجب أن يكون في الطفل ثم الطفل ثم الطفل. هذا النهار غادي نتكلموا على جمعية ثقافات بلا حدود والأنشطة اللي زعما ناوية ديرها إن شاء الله في المخطط ديالها السنوي. احنا حاليا بصدد التنظيم والتهيئ لملتقى دولي لرؤية متقاربة بين أطفال الوطن العربي، والذي سيكون بالقاهرة إن شاء الله في فترة ما بين 19 يناير و 26 يناير. شنو هو الهدف من هذا الملتقى؟ طبعا هناك عدة أهداف من هذا الملتقى كنخصوا بها. أولا أننا نريد أن نقرب الطفل المغربي، خاصة لأنه هو غادي يكون يعني الغالبية المشاركة ستكون من أطفال المغاربة، أن نقرب الطفل المغربي من ثقافات أجنبية وخاصة ثقافات العربية الأخرى، لأنه إحنا الطفل المغربي كنعرفوا أنه ملم بعدة ثقافات أوروبية وملم باللغات أجنبية وكلها، ولكن ما عندوش دراية كبيرة بأشقائه الثقافات العربية والطفل العربي الآخر سواء في دول الخليج، حتى الطفل يعني ما عندوش إلمام حتى بالثقافة الجزائرية مثلا أو التونسية اللي هي في نفس المغرب العربي. وبالتالي كان من هنا الفكرة أننا نحاول في إطار جمعية ثقافات بلا حدود أن ننظم ملتقى دولي سيكون في دورته الأولى، نجمع بين هؤلاء الأطفال كل من وطنه ليتحدث كل عن وطنه، أن يكون سفيرا لبلده وغير ذلك. كذلك الهدف الثاني هو أن يمكن الطفل وخاصة أخص هنا الطفل وليس الشباب، يعني الطفل ما بين 14 سنة و 18 سنة، يعني هذه مبادرة يمكن غتكون الأولى من نظرها، لأنه هنا غادي نحسوا أن الطفل نحسوا بالمسؤولية وكيف أنه غادي يتكلم على بلاده وكيف أنه غادي يجسد ما يسمى بالدبلوماسية الموازية. هنا عندنا طفل يحمل مسؤولية بلده، يعني كل طفل جاي من واحد البلد غادي يتحمل المسؤولية ديال بلده ويتكلم على بلده في إطار أوراش. الهدف الآخر من هذا الملتقى كذلك هو أن قلنا أن نقرب بثقافات أخرى عربية شقيقة، وكذلك أن نعلمه كيف نحسسه ببعض المشاكل التي يعاني بها المجتمع، لأنه مسؤولية الإنسان تبدأ من السن الصغير، يعني كيف نحسس هذا الطفل بالمشاكل التي يعاني بها كل مجتمع على حدة، وكيف نحاول أن ننصت إلى هذا الطفل كيف يعني هذاك الطفل الصغير رغم أنه صغير في سنه كيف أنه واعي بالمشاكل التي يعاني بها المجتمع ديالو كل على حدة، وكيف كيف سيحاول كل طفل أن يناقش تلك المشاكل التي يعاني بها المجتمع، وذلك في إطار أوراش. إحنا كنفكروا تصور ديالنا تاع ذاك المنطقة هو أنه يكون في إطار أوراش، وكل ورشة غادي تكون مؤطرة من طبعا متخصص في مجال الورشة، وبالتالي كل طفل من أي بلد، من كل بلد، مثلا هذا الطفل الفلسطيني، هذا الطفل مغربي، جزائري، تونسي، بحريني، قطري، سعودي، في إطار ورشة كبيرة وتتكلم عن محور معين. احنا اخترنا مثلا كيف أكون مقاول، كيف
بعض الورشات اللي درجناها في إطار الملتقى ديالنا، مثلا كيف أبني مشروعا، كيف أصبح مسؤولا، المشاركة السياسية، التصدي للأفكار المتطرفة، التعامل الواقعي مع محتوى شبكات التواصل الاجتماعي. هذه غير أمثلة. وذلك بحكم تجربتي مع أطفال الشباب هو أننا غالبا ما نفاجأ بآراء الأطفال، لأننا نحن دائما كنتصوروا أن الطفل ما واعيش باللي دار به وذلك الشيء، ولكن الحقيقة هو أنه لما كتحط الطفل وكتعطيه المسؤولية أنه يعبر على أي موضوع، كتفاجأ أنه تيجيك بشي أفكار يعني ما كتصورهاش انها تصدر من طفل صغير. وكيفاش كيحلل داك الطفل داك المشكل، وكيفاش اكثر من ذلك كيفاش كيقترح الحلول. يعني كل هذه المسائل وكل هذه يعني هذه التصورات خلاتنا احنا في اطار جمعيه الثقافات بلا حدود نريد ان ننظم هذا الملتقى، وسأقول مؤتمر سأقول ملتقى لأنه وسأقول دولي، لأنه سيجمع من بين أطفال مناطق متعددة وستجمعهم يعني فترة معينة وسيتكلمون وسيحاورون وسيكون مسؤولون، وبالتالي ذاك الطفل غادي يناقش واحد الموضوع كبير هو بالحجم ديالو، لانه كيعبر عن بعض المشاكل الحاليه او بعض المسائل يعني المهمه، وكيناقشها بكل طلاقه وبالمنظور ديالو. حنا غادي نخليو داك الطفل يعبر بكل حريه، لاننا نريد فعلا ان نرى ما تحت او ما في راس ذلك الطفل. هذا هو الأساس. الملتقى إن شاء الله غادي يكون من 19 ل 26 شهر يناير، وغادي يكون إن شاء الله في القاهرة. ونقدر نقول لكم علاش اختاريت القاهرة وما اختاريتش هذه الدورة الأولى، طبعا غادي تكون في القاهرة، ولكن على أساس أنه كل سنة إن شاء الله تكون في بلد مغاير. السبب الرئيسي اللي اختاريت به القاهرة هو سهل لأنه يجيو لها الناس من البحرين، من قطر، من السعودية، يعني أقرب مسافة من حيث الجغرافيا، من حيث ثمن التذكرة كذلك هو أرخص، باش يمشي الإنسان من قطر أو من السعودية أرخص تكلفة ديال. هذا هو اللي ارتئينا أننا النسخة الأولى، لأن النسخة الأولى دائما تتكون فيها شوية تحدي، يعني هذه مغامرة إحنا أول مرة غادي نديروها، فبالتالي ما عارفينش كيفاش غادي يكون الإقبال ديال الناس عليها، فبالتالي كنحاولوا تكون نسهلوا القضية أكثر ما يمكن. وبالتالي أنا كنوجه نداء لجميع الآباء والمسؤولون اللي كيهموا الأمر أنه ابنه يكون سفير للوطن، يكون سفير للمغرب، أننا هذه فرصة نتيحها لجميع أطفال المغاربة، يعني طبعا اللي في الاستطاعة ديالو أن يشارك، لأنه طبعا غتكون واحد المساهمة ديال التذكرة، تذكرة الطائرة والسكن، فبالتالي غادي تكون واحد التكلفة ديال المشاركة. يعني أنا كنشوف هذه فرصة للأطفال طبعا اللي عندهم إمكانيات إلى حد ما أن يشاركوا، أن يكونوا مسؤولون لأول مرة، وأن يبرهنوا عن مدى وعيهم بما يدور حاليا من مشاكل ومن مظاهر. متنسوش تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس أسفل الفيديو ليصلكم الجديد.